يقوم بعض الشباب بالتواصي على صيام يوم معين كالاثنين والخميس ويفطرون جميعا ويخرجون إلى البر ويقومون الليل في جماعة، فما حكم عملهم هذا؟ وقد دعوني معهم، فهل أخرج معهم؟ هذه بدع ومحدثات. صوم يوم الاثنين ويوم الخميس سنة، لكن من غير جماعة، من غير جماعة، من غير اتفاق، ومن غير خروج إلى البر أو إلى الاستراحة. هذه أمور قد تجر إلى أشياء محذورة. قد يكون هناك أناس عندهم أفكار خبيثة ويريدون أن ينشروها بين الشباب، فيأتونهم من طريق العبادة، يأتونهم من طريق العبادة من أجل أن يتمكنوا من جمعهم وإلقاء الأفكار الضالة عليهم. يكفي أن هذا بدعة، حتى لو كان ما في أفكار يكفي أن هذا بدعة ولا يجوز. من أراد يصوم يصوم والحمد لله، ومن أراد يصلي الليل يصلي دون ارتباط بالآخرين واتفاق، هذا من البدع، وأخشى أن يكون وراءه شر، لأن الناس اليوم في وقت فتنة ودعاة الضلال كثيرون، ولا يقدرون يقولون للناس يدعونهم إلى الضلال مجاهرة، يأتونهم طريق العبادة طريق الخير ثم يدسون عليهم الشرور هذا. فاحذروا من هذه الأمور. نعم.